لله الحمد يعني كمية الأمطار اللي نزلت أمطار الخير كانت وفيرة، والحمد لله السدود مثل ما تشوفون يعني منعت هاي هذه الأمطار من أنها توصل للبنية التحتية وتدمر البنية التحتية. مثل ما تشوفون تجمع عندنا الماء في هذا السد، يمكن للسعة التصميمية للسد هي تقريبا 541,000 متر مكعب، ومجموع الأمطار اللي جمعت الحمد لله عندنا في السدود ما يقارب 2,400,000 متر مكعب. ثلاث أشياء رئيسية. أول حاجة راح تفصل بين أو تقترح الفصل التام بين توليد الكهرباء وتحلية المياه، بحيث أن نستخدم تقنية التناضح العكسي أو الريفيرس أزموسيس أو الار او، نستخدمها بدلا من حرق الغاز، وهذه راح توفر علينا في الغاز وراح توفر علينا كذلك في كلفة تحلية كلفة المياه. النقطة الثانية اللي من مخرجات الدراسة أن مثل ما قلت لك الحد من استنزاف المياه الجوفية أو مياه الأمطار أو المياه الجوفية وللزراعة وتعويضها يعني مصادر من المياه المعالجة الصالحة للزراعة. ثلاثة الربط المائي بين إمارات الدولة، ربط أكثر، واتفقنا على مشاريع للربط بين جميع الهيئات بحيث يكون عندنا توزيع مستدام في حالة الطوارئ أو في حالة الحاجة للمياه.